بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم. طيب، المفطرات في يعني مفطرات الصائم في رمضان وغير رمضان ذكر الله في القرآن 3 منها: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذه 3: الجماع والأكل والشرب. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون الأكل والشرب نافعا أو غير نافع أو ضار، لأن المأكول والمشروب إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، وكلها مفطرة. فلو بلع الإنسان خرز السبحة فإنه يفطر بهذا ولو كانت لا تنفعه، ولو شرب دخانا فإنه يفطر ولو كان ضارا، ولو أكل تمرة فإنه يفطر لأنها نافعة. وكذلك يقال في الشرب، وجاءت السنة بالقي، إذا تقيأ الإنسان فإنه يفطر، فإن غلبه القي فإنه لا يفطر. وجاءت السنة بالحجامة، إذا احتجم الإنسان وهو صائم وخرج دم فإنه يفطر. هذه 5 من المفطرات. ألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الأبر المغذية، وليست المغذية التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها الجسم من مرضة، المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب. وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفرق، سواء كانت من الوريد أو من الفخذ أو من أي مكان. كذلك أيضا إنزال المني بشهوة يفطر الصائم، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والمني من الشهوة لا شك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدهم صدقة قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني، يضعه الرجل في رحم المرأة. ولهذا عدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوله: أرأيتم لو أتى، لما قالوا: أيأتي أحدنا شهوته، فعدل عن ذلك إلى الوضع. وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطر للصائم. وأما تقبيل المرأة ولو لشهوة، أو المذي ولو عمدا، فإنه لا يفطر الصائم، لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريق شرعي أنه فاسد. ولهذا لو قال لنا القائل: هذا الشيء يفطر، ماذا نقول له؟ نقول: هذا الدليل. وإلا لكان كل واحد لا يروق له الشيء يقول هذا مفطر. وهذه أيضا المفطرات، هذه عامة، لذكرناها المفطرات هذه 8 عامة. أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة، إذا خرج منها دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة فإنها تفطر، أو النفاس. وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة فإنها لا تفطر. وهذه المفطرات أيضا لا تفطر إلا بشروط 3: الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. ضد العلم الجهل، فلو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فلا فطر عليه، صيامه صحيح لأنه ما علم أن الفجر طالع. ولو كانت السماء غيما
وغلب على ظنه أن الشمس غربت وأكل وشرب ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح، لأنه ليس إيش؟ ليس بعالم، ما علم أن النهار قد بقي. وكذلك إذا كان ناسيا فإنه لا يفطر، والنسيان ضد إيش؟ يعني جاء عالما ذاكرا، الذكر ضده النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الثالث أن يكون مريدا، يعني مريدا لما فعل، فإن كان مكرها كما لو أكره الرجل زوجته على الجماع وجمعها وهي صائمة فإن صومها صحيح. نعم، ما يفطر البخور، لكن لا تستنشقه.